استأصلت المرارة وعندي إسهال وفي كمان غازات وانتفاخ وألم في البطن ونفسي غم عليا طول الوقت، هتعمل إيه عشان الأعراض دي كلها تروح؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة، يلا بينا. السلام عليكم، معكم دكتور احمد هيكل، برحب بكم في فيديو جديد. بعد استئصال المرارة هتلاقي في عندك عسر في الهضم، يعني هتلاقي في اسهال وفي انتفاخ وغازات، وده عشان المرارة اللي احنا شلناها دي بتبقى مخزن للعصارة الصفراوية. العصارة الصفراوية دي هي اللي بتفرز على الاكل اما بينزل الامعاء بتاعتك، عشان العصارة الصفراوية دي تهضم الدهون اللي في الاكل اللي انت اكلته. فما احنا شلنا المرارة او المخزن بتاع العصارة الصفراوية ده، المفروض بقى الكبد اللي هو اللي بيفرز العصارة اصلا ما بيفرزهاش في المرارة، ده بيفرزها في الامعاء مباشرة على الاكل اللي انت اكلت. ففي البداية الافراز بتاع العصارة الصفراوية ده مش هيبقى متظبط شوية، فهتلاقي في عندك اسهال والم في البطن وانتفاخ وغازات، والاعراض دي هتقدر تتخلص منها سريعا لو انت ظبطت الاكل بتاعك. يعني انت بعد العملية هتهتم بالاكل اللي بيبقى طري شوية مش الاكل الناشف، وكمان كمية الاكل هتبقى قليلة شوية، يعني بدل ما تاكل 3 وجبات رئيسية مليانة بالاكل، لا انت هتاكل 5 أو 6 وجبات بس يكون كمية الاكل فيها صغيرة، ومع الوقت ابدأ زود كمية الاكل تدريج. والاكل بتاعنا بعد العملية هنحاول نظبطه، يعني هنحاول ان احنا نبعد عن الاكل اللي فيه زيوت ودهون زي اللحوم الحمراء واللي فيها دهن، وكمان جلد الفراخ هناكل الفراخ بس بدون الجلد وبدون ما يتحمر، واللحوم المصنعة كمان بيبقى فيها نسبة كبيرة من الدهون المشبعة هنبعد عنها برضو زي البرجر والسجق واللانشون، وكمان الأطعمة المقلية ابعد عنها، خليك دايما في الأكل المسلوق، والشوربة برضو تبعد عنها وخصوصا في الفترة الأولانية، وكذلك الصلصة والأكل المسبك. وندخل بعد كده في منتجات الألبان، منتجات الألبان برضو تاخدها مش كامل الدسم، هتاخدها قليل الدسم أو منزوع الدسم، سواء بقى اللبن أو الزبادي أو الجبن، يعني اللبن أو الحليب هتخليه منزوع الدسم او ممكن تستبدله بحليب مثلا اللوز، والزبادي كذلك هتخليه قليل الدسم، والايس كريم والزبدة ابعد عنهم في الفترة دي، والجبن الدهنية او الجبن المعلبة نحاول نبعد عنها زي الشيدر والرومي بيبقى فيهم نسبة عالية من الزيوت هنبعد عنها، وكذلك الجبن المعلبة او الجبن نباتية الدهن نبعد عنها برضو بيبقى فيها نسبة عالية من الدهون المشبعة. هنخلينا في الجبن القريش نسبة الدهون فيها قليلة شوية، ونبعد كمان عن الاكل السبايسي او الحراق. يبقى في المجمل من كل الكلام ده احنا هنبعد عن الاكلات اللي فيها زيوت ودهون بنسبة كبيرة. في بقى اكلات تانية هنبدأ نمشي عليها، بس هندخلها في البداية بكميات صغيرة، يعني في البداية او اول يومين ثلاثة هتاخد مثلا كميات صغيرة من الاكل ده، بعدها بيومين ثلاثة كمان هتبدأ تزود الكمية شوية، وهكذا هتاخد الموضوع تدريجي. والاكل اللي هنبدأ نزود فيه تدريجي ده هو الاكل الغني بالالياف الغذائية زي الحبوب الكاملة، الشوفان والقمح، نبدأ ندخله في الأكل بتاعنا في البداية بكميات صغيرة، وبعد كده نبدأ نزود مع الوقت. والشوفان بالتحديد بيبقى فيه ألياف كويسة جدا بتدوب في المية وهضمها بيبقى سهل، ومعانا كمان البقوليات وخصوصا الفاصوليا، نبدأ ندخل البقوليات عموما معانا في الأكل بكميات قليلة في البداية ونبدأ نزود واحدة واحدة، يعني هتبدأ تختبر كده وتاكل كمية أكل صغيرة وتشوف الدنيا إيه معاك وهكذا، ويوم عن يوم تبدأ تزود الكميات شوية بشوية. والفاكهة والخضروات كذلك، وأهمهم التفاح والكمثرى والمشمش، والخضروات برضو وأهمهم الفاصوليا الخضراء والبروكلي. الفاكهة والخضار برضو هنبدأ ندخلهم في البداية بكميات معقولة كده، ومع الوقت نبدأ نزود. وزي ما قلنا في البداية هتاخد في اليوم بدل ما تاخد 3 وجبات كاملة ومليانين بالأكل، لا احنا هنقسم الأكل ده على 5-6 وجبات، وكل وجبة فيهم تبقى فيها كمية أكل صغيرة وخصوصا في البداية، وبعد كده تبدأ تزود، يعني كل يومين ولا حاجة تبدأ تزود الأكل تدريجي واحدة واحدة، وده عشان تدي فرصة للجهاز الهضمي بتاعك إن هو يقدر يهضم الأكل. والوجبات بتاعتك هتبقى كالتالي، هتبقى الوجبة بتاعتك في البداية فيها نسبة معقولة كده من البروتين، وهيبقى مصدره يا إما الدجاج يا إما السمك أو منتجات الألبان قليلة أو منزوعة الدسم، سواء الجبنة أو الزبادي أو الحليب، ده كده مصادر البروتين في الأكل بتاعك. وكذلك برضو البقوليات ناخد منها
منها كميات صغيرة في البداية، يبقى كده ده كله مصادر البروتين في الأكل بتاعك. جنب مصادر البروتين ده هنبدأ نحط بعض الحبوب، وأهمها طبعا الشوفان أو العيش الأسمر اللي هو مصدره من القمح. وبجانب الحبوب برضو في الوجبة بتاعنا هيبقى فيها خضار وفاكهة. يبقى كده مصادر الوجبات بتاعتنا دي هتبقى فيها نسبة دهون قليلة. وزي ما قلنا في البداية، المجمل بتاع كمية الوجبة كلها على بعض تبقى كميات صغيرة منها في البداية، وبعد كده تبدأ تزود تدريجي واحدة واحدة. ونحاول نبعد في الفترة دي عن القهوة والشاي، لأن الكافيين اللي بيبقى موجود فيهم بيزود الإسهال. وكذلك برضو الأكل اللي فيه سكر كتير والحلويات نحاول نبعد عنها برضو. لو ظبطت الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي بعد العملية، هتلاقي الأعراض اللي احنا قلنا عليها في الأول دي خفت من عندك بسرعة. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص. أتمنى يكون استفدتم. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلك كل حاجة بنزلها. أتمنى لكم دوام الصحة، والسلام عليكم.